عائلات اليوم شوف تي في حريق سبب ديالو هو قنينه صغيره تسبات فقط العائله من 5 افراد بضرب خالد بسباتها بالبيضاء. العائله كانت كتسكن في الطابق السفلي للعماره وعباره عن محل تجاري صغير كيفتقر لكل مقومات الحياه. خدشوا العائله مقر السكن ديالها. وقد افاد شهود عيان شوف تي في انه الوقايه المدنيه تاخرت بزاف وحتى عند قدومها فقد جاءت بعد قليل كيفتقد اليات الممكنه او الممكن اعتمادها في مثل هذه الكوارث. ترقبوا فيديو مفصل عن الكارثه من انجاز شوف تي في. شهدت أمينة حيدر وهي كتقود الوفد الأمريكي والمنظمات الغير حكومية اللي كتقوم بزيارة إلى المناطق الجنوبية نحو المظاهرة اللي تنظمتها أو اللي نظمها بعض الانفصاليون مساء أمس والتي لم يحضرها كما وسبق أكدنا لكم أكثر من 1000 شخص حاولوا استفزاز رجال الأمن بحيث رشقوهم بالحجارة والقنينات الحارقة بعد ما فشلوا في حشد عدد كبير من المتظاهرين كما سبق وأن وعدوا به بعض الوفود الأجنبية اللي كتقوم بزيارة إلى المناطق الجنوبية بالتنسيق مع أمينة حيدر. وقد خلف التخريب اللي قامت به العناصر الانفصالية إصابة حوالي 38 رجل أمن بجروح متفاوتة الخطورة. في خبر آخر نقلت تقارير إعلامية فرنسية أنه مصدر جزائري وصفته بالمطالعة أن نقاش حاد مع 3 ديال الجنرالات من جهاز الاستخبارات مع رئيس بوتفليقة بخصوص تورط شقيقه في تلقي رشاوي من شركات عالمية كان سبب وراء الإصابة ديالو بجلطة دماغية. وقد كشفت هذه التقارير أنه النقاش بعد أن قدم الجنرالات 3 إلى الرئيس وطلبوا منه إقالة الشقيق ديالو بسبب تورطه فضائح رشاوي تلقاها من شركتي ألستوم الفرنسية وجنرال إلكتريك الأمريكية للفوز بصفقات لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء تفوق القيمة ديالها 5 مليارات دولار. دوليا أعلنت مصادر إعلامية سورية رسمية أنه بشار الأسد اجتمع مع كبار رجالات الجيش السوري لإعلان الحرب على إسرائيل وسيصدر بيان للقوات المسلحة السورية في الساعات القليلة القادمة. وكيجي إعلان الحرب على إسرائيل بعد ما شنت تل أبيب صباح اليوم الأحد هجوم في منطقة جماريا بريف دمشق على مركز البحوث العلمية بالصواريخ. وقد أعلن تلفزيون سوري أن هذا الاعتداء على سوريا هو محاولة من إسرائيل أكيد لتخفيف الطوق عما وصفته سوريا بالإرهابيين أي قوات الثورة ومحاصرة القوات النظامية. في الخبر الرياضي تمكن فريق أياكس أمستردام الهولندي من الحفاظ على اللقب ديالو كبطل الدوري الهولندي للموسم الثالث على التوالي وذلك بتحقيق لقب 32 ليه في الدوري الهولندي. جاء ذلك بفوز عريض على الضيف ديالو فيليم دو بخماسية نظيفة برسم الجولة 33 من الدوري الهولندي. وحقق فريق أياكس اللقب على بعد جولة واحدة من نهاية الدوري بحيث رفع النقاط ديالو 73 بفارق 4 نقاط عن غريمه الأزلي إندهوفن الهولندي الذي يضمن المركز الثاني والعبور للدوري التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. بهذا الخبر مشاهدينا كانت معكم أوراق الموجز لكم أطيب وأرق تحية من كل طاقم شوف تي في.